العافية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 28 درجة مئوية ونسب رطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأها شمالا، سكاكا طقس صافي 35 إلى 24، عرعر أيضا طقس صافي 34 إلى 22، تبوك 35 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الغربية، مدينة جدة رياح نشطة تعمل على اضطراب البحر مع 34 إلى 25، المدينة المنورة غبار خفيف 43 إلى 29، مكة المكرمة أيضا غبار خفيف مع 39 إلى 28، والطائف 35 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية، أبها 33 إلى 19، الباحة 31 إلى 24، وجزان 34 إلى 30. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 40 إلى 29، حفر الباطن أتربة مثارة 39 إلى 28، والإحساء 45 إلى 30. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 42 إلى 27، بريدة 39 إلى 25، أما حائل 36 إلى 24. إلى اللقاء.